فين التعويذة؟ فين التعويذة؟ يا ده انا كسرت نص التماثيل وما لقيتش تعويذة واحدة بس حتى. ايه ده يا رمزي؟ ايه اللي كسر التماثيل دي؟ دي؟ اه مش انا دول. ايد الشاكوش اللي في ايدك هو اللي كسرهم صح؟ صح يا دولة مش انا. واكيد طبعا الشاكوش وهو بيكسرهم كان نيته كويسه. ها والله يا دولة احبك وانت فاهمني كده يا دولة. قول لي بقى يا رمزي. نعم. تتغدى ايه؟ لا يا دولة ما انا بقى ماليش نفس بقى للغدا. مالكش نفس؟ طب خلاص نتعشى. تتعشى ايه؟ ماشي اتعشى حاضر. انا نفسي اكل بقى يا دولة دليفري. تاكل دليفري؟ انت عايز تاكل دليفري؟ ايوه دولة بس على شرط اروح انا بقى اللي اجيب. لا 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 اخوك اتجنن يا سناء. اتجنن رسمي. انا مبسوطه جدا يا ماما ان هو اتجنن عشان اخيرا شمت فيه. ده عامل زي بعزق بيه عمال يصرف فلوس يمين وشمال شمال ويمين. هي جت على الفلوس بس يا ماما. هو انت ما عرفتيش حصل ايه لما كان الواد عنتر بيلعب بالكوره امشطها خبطت في شاشه التلفزيون؟ لا عمل ايه بقى؟ الكوره فرقعت. قال له ولا يهمك يا عنتر فداك يا حبيبي هنزل اشيلك غيرها فداك شاشه التلفزيون والبيت كله. لا الواد ده معمول له عمل واكيد رانيا هي اللي حاطه له حاجه في كوبايه الشاي. يا ريتها حطيت له حاجه في كوبايه الشاي من زمان يا ماما. انا ابني مش عاجبني ابدا. انا لازم اشوف له قطره. ليه بس يا ماما قطر ايه بس؟ احنا ما صدقنا ان اخلاقه بقت جميله وكويسه. ابنك كان سيء جدا للغايه يا ماما. تعويذة السعادة. السعادة هي أن تسعد من حولك. طب وأنا مين يسعدني؟ أنا مين يسعدني؟ أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ أنا بيتي اتخرب. أعمل فيك إيه؟ أكيد طول ما هي معايا يبقى تأثيرها عليا. لو أنا بعدتها عني أكيد مش هتأثر فيها. أيوة أهي بس نشوف بقى إيه اللي هيحصل. فين ده يا عادري؟ دي شكلها بجد تعويذة سحرية. أجرب بقى. دي اللي بعت التعويذة عن جسمي وبعتها وطبقتها ورميتها. نجرب كده نشوف إيه اللي هيحصل. حتة يا أستاذ أنت جاي بتعوم ولا إيه؟ ازيك يا حتة؟ ازيك يا أستاذ عادل؟ بقول لك إيه؟ هات اتنين شاي. اتنين شاي؟ هتشربهم انت يعني؟ لوحدك؟ لا 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 هشربهم لوحدي. ايه؟ هشربهم انا وانت حتى. ها؟ انا وانت؟ اه. ايه ده يا استاذ عادل؟ انت هتعزمني على شاي؟ اتبسطت؟ الله يكرمك يا استاذ عادل زي ما كرم جابر يا رب. ايه يا استاذ عادل؟ اوعى يا استاذ عادل المفاجآت. ايه؟ اوعى تكون هتعزمني على شيشة وماتشين بلاي ستيشن، اوعى. لا هو انا هبل للدرجة دي يعني؟ امال ايه؟ نزل مشاريب للقهوة بقى كلها. ها؟ الله وعندك 500 واحد حلو حصل. مش نافعة مش نافعة مش نافعة. دول حبيبي. يا رمزي بتضحكني طول الوقت. ازيك يا دول؟ الحمد لله. مش نافعة مش نافعة مش نافعة. لا مش نافعة. ايه يا دول؟ انت ايه يا دول؟ بتكلم نفسك ولا ايه يا دول؟ انا بقيت اهبل ولا رمزي؟ انت عارف بس مش اهبل مني. لا انت مفيش اهبل منك. انت مولود اهبل انما انا اهبل على كبر يعني. انا عايز اخلص من اللي انا فيه ده رمزي. ليه دولة؟ ليه دولة؟ طب ما انت كده حلو اهو زي السكر وجميل وبتبسطنا. ايوه المشكله انا ببسطكم بس انا ما حدش بيبسطني يا رمزي. انا عايز حد يبسطني يا رمزي. انا دي برضو مشكله كبيره جدا. عايز اخلص من التعويذه دي. التعويذه دي قلقاني وخربه بيتي يعني. اوكي ببسطك وكل حاجه مش عايز اضايقك يعني بس انا نفسي بيتي مخروبه رمزي.
أعمل إيه دولة؟ طب واللي يفك بقى منك التعويذة دي بقى تعمل معاه إيه؟ يا سلام يا رمزي، مش أنت بتحب الكوكتيل؟ أوي. ها، عارف الجراكر اللي بيصبوا منها الكوكتيل ليك يجيبوها لك في كوباية؟ آه يا دولة. الجراكر دي كلها هجيبها لك يا رمزي. ليه أنا لوحدي؟ آه. يلا، طب اطلب بقى وأنا هقول لك على كل حاجة. تعالوا اسمعوا واعوا. ايه؟ عارفين ايه اللي مغير حال عادل اليومين دول؟ ايه اللي مغير؟ الورقة دي. ورقة ايه؟ انا عارفة ان عادل ما فيش حاجة هتغير موده وتخليه سعيد فعلا وتغير حياة الكابة اللي هو فيها دي غير ورقة الطلاق. دايما انا مش هرد عليكي فتخرسي احسن. اخرسي انتي وحطي سنة جوابك انتي. لا لا لا، انا مش هستخدم لساني، انا هقوم التشك بايدي وانا هنتفلك شعرك شعرة شعرة من على راسك. بس خلاص خلاص خلاص. ماما، هي الورقة دي فيها ايه؟ حبيبتي دي مش ورقة عادية، دي تعويذة سحرية منذ الازمان الغابرة. انا مش فاهمة حاجة. حماتي دي تعويذة فرعونية قديمة، كان صاحبها راجل ساحر كبير جدا وطيب وخير واريحي. يعني ايه اريحي؟ يعني اريحي نفسك انت يا حماتي. المهم وتخلصينا يا اختي. يا بنتي التعويذة دي اللي يمسكها في ايده ويقراها يبقى اسعد انسان، ودايما دايما في اتعس المواقف بيبتسم. وطبعا عادل قراها واشتغلت معاه قوي. اشتغلت طبعا. واشتغلت 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 طبعا. طب ما تيجي بقى كلنا نقراها عشان تشتغل معانا. اه ما ينفعش يا حبيبتي، لان اول واحد بيقراها بتشتغل عليه لوحده مش حد تاني. خساره. اه انت بقى يا رانيا لو جابولك 100 تعويذه برضو مفيش امل انك تضحكي ووشك ده يتفرد ابدا. صدقي ان انا قلت لك ان انا مش هرد عليكي بلساني، هقوم التشك. ايه انا قلت لك هتفرك شعرك شعرايه ده؟ لا. انا اللي هفرفرهولك في كل حته على الارض يا سناء. وبعدين بس ان ما كنت اقرعك اقرعك. بس عيب. ها قول لي بقى يا رمزي، انا زهقت من كم المشاريب اللي انا عمال اشربها دي، انا بس مش عايز احرك حته يعني. قول لي ايه؟ اتفضل يا سيدي. ايه دي؟ دي بقى يا دوله الورقه اللي هتفك التعويذه. لقيتها فين دي؟ انا لقيتها دوله بقى في قعر التمثال ساعه لما لقيت الورقه الاولانيه، فاكر؟ طب ما قلتليش عليها ليه من الاول؟ ما كانش ليا بقى مزاج بقى دوله. هي فعلا بتاعه فك التعويذه. ايوه. يلا روح بقى احرق بقى التعويذه اللي عندك دول عشان ترجع دوله الندل بتاع زمان. هتزعلني دوله؟ لا ما اقصدش يعني، اصلها طلعت منك زي العسل يا رب. قصدي يعني دوله حبيبي بتاع زمان. فعلا فك تعويذه السعاده عن طريق حرق ورقه التعويذه نفسها. حلو. بس دول عايز ايه؟ عايز ايه؟ نعم يا نقطه. تعال. الموكوس عادل ده ماله؟ فيه ايه؟ مش عارف. مش عارف يا ترى فين بقى؟ يا ترى فين التعويذه دي؟ انا كنت حاططها هنا، كنت حاططها هنا. راحت فين؟ راحت فين؟ راحت فين؟ رانيا يا رانيا. رانيا. ايوه يا بيبي. حبيبتي ما تعرفيش فين التعويذه لو سمحتي؟ تعويذه ايه؟ لا مش فاهمه حاجه. حبيبتي كانت ورقه كده اهو، كانت مطبقه وكنت حاططها في الدرج ده، انا متاكد. لا لا لا، انا ما شفتش حاجه خالص. افتكري يا حبيبتي، اصل انا محتاجها جدا محتاجها جدا. رانيا رانيا اديله الورقه يا رانيا. ايه ده؟ هي معاكي يعني؟ اه معاها، واحنا عرفنا كل حاجه. رانيا هاتيها 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 رانيا، محتاجها بجد. بقى اديها له يا رانيا. عايزها تعمل بيها ايه بس يا بيبي؟ عايز احرقها بجد، عايز احرقها عشان اخلص من التعويذه دي خالص، عشان ابقى انا بقى حر، بقى ابقى حر وابقى يعني متغير. عايز اتغير. اه وتتغير ليه يا بيبي؟ ما انت قمر كده وحلو وعسل وسكر. رانيا حبيبتي معلش، هاتي الوقت هاتي. لو بعدين رانيا رانيا يا خد لا لا يلا الحمد لله. لا يلا خد دول.
يا تقيل قوي يا تقيل قوي. ما انت اللي مكسر ده كله. انا عملت جارد ليه وعرفت كام تمثال بالظبط. كل ده يا رمزي هيتخصم منك. ماشي، الزمن بقى بتاع وزير الحنية انتهى خلاص. يلا شيل. حاضر بقى دولة. حاضر. طب ما انت كنت دولة زمان يعني سامحتني على المواضيع دي. سامحتك 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 كتير. سامحتك لاني بقلبك كبير. الله. هنغني هنغني. يلا شيل شيل كل ده مخصوم. يعني انا غلطان يا دولة ان انا قلت لك على السر؟ دي الحاجة الوحيدة صراحة اللي انت عملتها صح في حياتك كلها. بس خلاص زمن الحنية انتهى. ليه دولة؟ طيب لا، طب اعزمني بقى على كوكتيل بقى طالما. شيل شيل شيل. انت شارك فيهم كوكتيل من ساعة ما انا بقيت حنين. 215 مخصومين منك يا ده رمزي. ليه بقى دولة بقى يا دولة؟ لا اهو يا عم بقى.